إذن والمزيد من التفاصيل ينضم معنا عبر الهاتف الصحفي فيصل الحذيفي، أهلا وسهلا بك. في البداية كيف نفهم هذا البيان في سياق المستجدات السياسية والعسكرية الأخيرة في البلاد؟ تحية لك وهي تحية للمشاهدين الكرام. الحقيقة أن بيان مجلس الأعلى للمقاومة بعد انقطاع فترة طويلة عن إصدار بيانات وعن تواجد على المستوى الإعلامي على الأقل، أراد المجلس أن يقول أن نحن هنا ونحن باقون وما زالت المقاومة قائمة وفاعلة، وربما تكون أيضا هي من ضمن من لديهم القول الفصل في مجريات الأحداث ومخرجات يعني المعركة الوطنية التي دامت أو ما زالت لسبع سنوات. ثمان نقاط أصدرها المجلس الأعلى للمقاومة لعل أبرزها هو الإعلان عن استمرار المقاومة وأنها ما زالت فاعلة على الأرض وأن لا خيار من الشعب اليمني إلا مقاومة الحوثي، وأيضا التأكيد على أن الحوثي هو الهدف الأول لهذه المقاومة والأخير ربما، لكنها عرجت على المتغير السياسي الذي حصل. وكان بيان المجلس الأعلى للمقاومة متحفظا، وهذه أيضا خطوة يعني متوقع كان أن يصدر البيان برفض الإجراءات التي حصلت في أبريل من تشكيل المجلس الرئاسي الجديد، لكنها تحققت هذا وهذه خطوة إيجابية، هذه المفردة لها مدلولها طبعا. نعم. كذلك الهدنة، كان لها المجلس الأعلى للمقاومة رأي في الهدنة وأنها هكذا رمزت لأنها عبثية وأنها يمكن التعاطي معها في حالة أن يكون الجيش الوطني والحكومة الشرعية في أهم الاستعداد، وأيضا تجهيز الجبهات وإمداد الجيش الوطني بالعتاد. لكنها قالت أن في حالة أو المجلس الأعلى للمقاومة في بيان يقول في حالة يعني أن الهدنة فقط هي لترتيب صفوف الحوثيين وتجهيزاتهم وأحداث متغيرة على الأرض فهي غير مقبولة. كذلك البيان عرج ولأول مرة عن أنه يرفض مبدأ التشارك في السلطة أو مشاركة من مشاريع أصحاب المشاريع الصغيرة، هكذا يعني رمز إليهم الذين لديهم موقف من الوحدة اليمنية بدأها بالوطنية. نعم، في ظل هذه المعطيات التي تحدثت عنها أستاذ فيصل، ما هي التداعيات لهذا البيان على مجريات الأحداث الراهنة على الأرض؟ أنا أذكر يا أيمن ويذكر مشاهدينا الكرام، كان ياسر عرفات يستغل المقاومة الفلسطينية في المفاوضات. لا يمكن لأي وطني مهما كان، أنا أتكلم هنا عن السلطة الشرعية الممثلة بالمجلس الرئاسي والحكومة الشرعية وأيضا رئاسة البرلمان وأعضاء البرلمان، أنهم يفرحون عندما تصدر مثل هكذا بيانات وفعل يعني ثوري على الأرض، وإن كان يعني يخالف بعض توجهاتهم السياسية التي ترغب في إحلال السلام واستمرارية الهدنة والخضوع للمجتمع الدولي والضغوطات التي تمارس عليه. فهذه الدعوات وهذه المظاهر الإيجابية على السياسيين أن يهتبلوها. نعم. وأن يعتبروا عندما يتقدمون في المفاوضات يعني يطرحون أن هناك تخوفات شعبية وأن هناك قوة وطنية فاعلة وأن هناك مقاومة. نعم. كانت البادية في من أطلق أول يعني رصاصة دفاع عن الثورة والجمهورية. شكرا جزيلا. لها الحق ومثل هكذا أرى يجب أن تسمع وتضع في الاعتبار. ولا زالت موجودة على الأرض، وآخرها مثل هذا البيان الذي تقول نحن هنا ولا زلنا مقاومون ولا زال لنا الحق في أن يكون لنا رأي ويفرض على الأرض. معنا عبر الهاتف الصحفي فيصل الحذيفي، شكرا جزيلا لك.